يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. يا سلام، بحب أنا أول باب ده، أعشق باب الأدب بين العلماء. الشيخ الألباني رحمه الله، الشيخ ابن باز رحمه الله، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله. تصور لما التلاتة دول يجتمعوا في مكان، انت معايا؟ ما يجتمعوا في مكان، يا الله. وكان في موسم حج، آخر سنة حج فيها الشيخ الألباني، أمير الجلسة الشيخ ابن باز، الأسئلة تعرض، الشيخ ابن باز هو اللي بيتلقى. إن كان السؤال متعلقا بأمر فقهي أحاله الشيخ للشيخ ابن عثيمين، وإن كان السؤال متعلقا بمسألة حديثية أحال الشيخ عبد العزيز بن باز السؤال للشيخ الألباني، وإذا كان السؤال متعلقا بمبحث من مباحث الاعتقاد أجاب الشيخ الألباني، أي الشيخ ابن باز. وانتظرنا بقى مين يصلي الظهر، كنا في منى، مين يصلي الظهر؟ وإذ بالشيخ عبد العزيز رحمه الله، خلي بالكم يا شباب، يقول للشيخ الألباني: تقدم يا أبا عبد الرحمن صلي بنا، أنت إمامنا. قال: لا لا لا، أنت شيخنا. الألباني بيقول للشيخ ابن باز: لا لا، أنت شيخنا، أنت شيخنا. قال: لا لا، كلنا في القرآن سواء، وأنت أعلمنا بحديث رسول الله. تقدم يا أبا عبد الرحمن. الله. ويتقدم الشيخ الألباني، خلي بالكم يا شباب، يوم الشيخ الألباني يلتفت للمشايخ كده، الشيخ عبد العزيز يقول له: يا شيخنا، أصلي بالناس صلاة رسول الله أم أخفف؟ في الشيخ الألباني، الشيخ عبد العزيز يرد على الشيخ الألباني يقول له: صلي بنا صلاة رسول الله، علمنا يا شيخ، علمنا يا شيخ كيف كان يصلي رسول الله. شايف الأدب؟ ابن باز بيقول للألباني: علمنا يا شيخ. هو ده الأدب يا أخواننا بالعلماء، هي دي أخلاق العلماء. لا إله إلا الله، بها نحيا وبها نموت وبها نلقى الله وبها نلقى الله وبها نلقى الله وبها نوالي